مساء الفل والهنا. زمان قوي، مش قوي قوي يعني، بس قوي حتة، كنت ايه، جالي اوردر لأروح أقابل الأستاذ حسن الإمام، فأنا وإجلال زكي. فإيه ده؟ فروحنا كده، فقالوا لنا ده أنتوا هتعملوا فيلم اسمه وانتهى الحب مع الأستاذ محمود ياسين والنجمة الجديدة اللي لسه كده زي اللوز بتتقشر، اللي اسمها هتعرفوه دلوقتي. فإيه، رحت الاستوديو. طبعا أنا دوري قد كده، فلا ادوني سيناريو ولا أي حاجة، أحمد ربي إن يعني هطلع معاهم. فدخلت البلاتو، لقيت حاجة، قطة سيامي كده قاعدة حلو قوي. مين دي؟ قالوا دي ميرفت أمين، ظهرها أزرق. هو أنا همثل مع الحلوة دي؟ دي رخيبة، ده احنا هنطلع انا واجلال بقع ذوق سودا جنبها كده من الاشعاع اللي هي قاعده عاملاه ده. طب ايه بقى، ابتدينا نتقرب شويه كده، فبقول لها هاي وبتاع، قالت لي هاي هاو ار يو، مش عارفه. قلت الله لا لا، دي بتورتون انجليزي حلو قوي الكلام ده. مفيش 5 ثواني وكنا متصاحبين صحوبيه فظيعه، وابتدينا نشتغل مع بعض. انا صديقه البطله وهي البطله في فيلم وانتهى الحب. هذه الحلوة ربنا حباها بجمال من عنده، وحباها بجمال في قلبها من عنده، وحباها بحب الناس برضو من عنده وبموهبة. اشتغلت بيهم ازاي؟ خططت لحياتها ازاي؟ راحت فين وجت منين؟ وقفت قدام عمالقة شكلهم ايه؟ ده اللي مخها وحظها ساقوها ليه. حقيقه انها رغم الحلاوه الا انها عملت ادوار مهمه جدا في تاريخ السينما المصريه، اللي احنا بنقول لها دلوقتي انت عملتي حبه حلوين، قدامك لسه 3 حبات حلوين، مش عاوزين كسل، وان شاء الله لما السينما تقوم كده على حيلها لازم تكون انت اول حد جندي من الجنود اللي بنكمل كلنا المشوار والرحله. الحلوه ميرفت امين. طب اقول لك ايه بعد كل الكلام ده؟ قولي لي. انا بتكسف جدا على فكره. انا عارفه 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 وبعدين انا مش عارفه اتكلم معاكي يعني. ليه؟ يعني عايزه اقول لهم ايه، اطفوا الكاميرات، احنا هنقعد مع بعض نتكلم. هو احنا هنقعد مع بعض، هو اكشولي احنا بنقعد مع بعض وبنعزم الناس تيجي تقعد معانا، والناس بتحس ان هم قاعدين معانا على الكنبه، ولا في اي حاجه. ولو عايزه تتربعي اتربعي، ولو عايزه تعملي اللي انت عايزاه. يعني لو الجزمه وجعتني اقلعها. ارجوك اعملي كده وانا وراكي على طول. شوفي بقى يا ستي، انا تصدقي بقى واحنا بنقرا البيوجرافي بتاعك اكتشفت انك مولوده في المنيا. مولوده المنيا. وان الاب لوحدي. ازاي بقى؟ يعني بابايا قاهري ومامي اسكتلنداي. بس اول ما راح يعمل البراكتس بتاعه هناك كان في المنيا، فانا فقسوني هناك. لكن ما عشتيش في المنيا سنتين يعني. بس يعني جيتي وانت بيبي سنتين وانا بصور. كان زوجة راجل مهم كان في المنيا. عودة الى الموطن بقى. فكانت طبعا اول مرة اروح من زمان قوي، يعني ما رحتش يعني من وانا سنتين ما رحتهاش. فالمهم احنا بنصور في شقة في بيت كده. فلقيتهم بعتين لي بيقولوا لي الدكتور اللي ولد مامتك فيكي في العمارة اللي جنبك. يا سلام. شوفي شوفي الدنيا بتبقى صغيره. قوي. فرحت شوف قابلته بقى وبتاع. كنتش عارفه شكله ايه طبعا ولا اي حاجه. ولا نسيت. ولا حصل. لا يعني انا مثلا الدكتور اللي ولدني في ابني فضل صاحبنا علشان بيعتبر نفسه ابو الروحي للابن. يعني ده كان في المنيا. فده طبعا ما شفت. انا ما شفتش مثلا اللي ولدتني دي ولا اعرف عنها حاجه، كانت دكتوره. يلا الحمد لله. طيب جيتوا من المنيا، انت ما رحتيش بقى اسكتلندا خالص؟ كنت صغيره برضه. لكن رحتي. يعني رحتي مع ماما، بقت كانت بتعمل زيارات عائليه لاسكتلندا. طيب ومثلتي قبل ما تمثلي باحتراف، عملتي حاجه وانت في الدراسه؟ عملت حاجه في الجامعه. حاجه يا طالع الشجره كده. يا طالع الشجره. صح. دي عملتيها ازاي؟ وكان المفروض، مش انا فاكره، كان المفروض اللي انا فاكراه ان كان المفروض المسرح يطفي. وانا بتسلل عشان اخرج وراح منور. فاتقفشت يعني. الدنيا باظت يعني كمان. طيب
برضو في البدايات ما بقوش الناس ايه مش متاكدين من المعلومه، هل اللي اكتشفك احمد مظهر ولا مين؟ احكي لي بقى الحكايه دي بالظبط. حكايه بالتفصيل الممل. كان ليا قريب والدي كان مدير استوديو جلال. وانا ما فيش اي نوايا تمثيليه بالمره يعني خالص، يعني مش في دماغي خالص. وبجيب الصور بتاعت كان في زمان في صور ممثلين الاجانب. طبعا كبيره كده طبعا، بوسترات على الحيطه. كنت بلزقها في الحيطه وجوه الدولاب ومخرمه الحيطان بالبتاع ده. وانا مبوظه الدنيا برضو كلها. وبعدين جه قال لي تحبي تيجي تتفرجي على تصوير فيلم وبتاع؟ قلت له طيب. فرحت قعدت في الاستوديو، كانوا بيصوروا كان رجي اباظه واحمد رمزي ومين تاني وشريفه ماهر. فقعدوني على كرسي وقالوا لي ما تفتحيش بقك. فقعدت ساكته بتفرج يعني وكده. وبعدين جم سلموا وقالوا لي تعالي سلمي عليهم، سلمت عليهم وبتاع ورجعت قعدت مكاني كده اتفرجت شويه وروحت. خلاص وعدت. جه احمد مظهر بعد كده بيدور على حد عشان يعمل الفيلم بتاعه اللي هو اسمه نفوس حائره. ايوه. فاحمد رمزي قال له في واحده جت مع قريبها فلان وشكلها مش بطال بس انا ما اعرفش اسمها ايه. فاتصلوا بيه وهو راح حكى لمامتي الله يرحمها وبابايا الله يرحمه برضه وقتها. فقعدوا مع بعض فكروا قالوا هي لو عرفت ان احنا مثلا قلنا لا ممكن تفتكر انها كان ممكن تبقى حاجه كبيره قوي واحنا اللي قلنا لا او وقفنا بقى في طريقها. وقفنا في طريقها. فهي غالبا هي مالهاش في الشغلانه خالص فهو هيبقى ده وهترجع تاني. بس هي دي فاشتغلتي نفوس حائره. اشتغلت اول حاجه نفوس حائره. اتفضلي استريحي. ايوه ستي ايه الحال؟ دراعي اليمين يا دكتور ما بقدرش احرك. ايوه صحيح انت قلتي لي حاجه زي دي في التليفون بس مش يمكن دي حاله اعصاب او حاله بطنيه؟ انا كشفت ما طلعش عندي اي مرض عضوي. كشفتي عند مين؟ عند الدكتور فياض. واكد لك ان دراعك سليم؟ وقال لي كمان ان دي لازم حاله نفسيه. تبقى لازم حاله نفسيه. بس انا اسف قوي يا انسه ليلى انا ما عنديش جلسات فاضيه في الوقت الحالي انما زميلي بل استاذي الدكتور مصطفى ما. يا دكتور انا واثقه فيك انت ومش مطمئنه لحد غيرك. وايه سبب الاطمئنان؟ والله ما اعرفش مجرد احساس قوي. واذا انت ما قبلتش تعالجني مش هتعالج عند حد. طب اعمل ايه بس؟ الفروسيه مش انك تركب خيل، الفروسيه اخلاق. واحمد مظهر كان فارس في الحقيقه وفي السينما، من سلاح الفرسان ومشارك في تنظيم الضباط الأحرار لشاشة السينما. طول عمره في حاله، مركز في شغله، مثال للراجل الملتزم والفنان المجتهد. أحمد مظهر عاش فارس ومات فارس. ده أنا أموت بالضحك والفرقشة. طيب بعد كده بقى إيه اللي وداكي إحنا إيه من نفوس حائرة رحنا على الخطايا ولا على أبي فوق الشجرة؟ على إيه؟ في النص القضية 68. يا شيخة الله، فاحنا انتشرنا بقى. نجحنا وانتشرنا. لا جربت في الناس بس. لغاية ما انت في نفوس حائرة. يعني هنقول ان مثلا اول قامة شفتيها كان احمد مظهر. هل ساب عندك علامات قبل ما ننقل من المرحلة بتاعته؟ يعني اكيد يعني هو السبب ان انا اشتغلت يعني. يعني هو اللي جابني في يعني السبب الرئيسي كان رمزي. اللي هو ما كانش فاكر اسمي بس. السبب الرئيسي طبعا اللي هو اداني اول فرصه ليا. ساب في يعني اتعلمتي حاجه ساب حاجه؟ اصل احنا يعني الرحله اللي عملتيها لحد النهارده فيها محطات كتير فيها. يعني انا ساعات اقول ايه، والله لسه كنت بقول لسمير غانم الكلام ده، بقول له الواحد ساعات يسرح كده مش مصدق انه كان عايش في زمن سعاد حسني. أيوة. يعني في ناس في حياة الواحد مرت بيرجع يقول يا لهوي أنا لو كنت أعرف ساعتها كنت مش عارف عملت إيه، فاهمة؟ فأحمد مظهر في الحتة دي واتنقلتي بقى ما وقفتيش كتير. لا ما وقفتيش كتير عنده. روح عملت على الشخصية 68. حلو قوي، فكريني بقى ب 68. ده كان حسن يوسف
وكان اخراج صلاح ابو سيف. صلاح ابو سيف طص كده تاني فيلم؟ ايوه. يا لهوي ياما، شفتي ازاي اترشحتي له ازاي؟ رمسيس نجيب. ايوان اهو، ادي محطه، ادي محطه. رمسيس نجيب شافك في فيلم احمد نظر، فراح وجايبني في القضيه 68. طيب انت طبعا مدركه ان رمسيس نجيب لما يحط عينه على حد بيبقى الحد ده بقى عنده في فريره قدامه؟ لا انا عايزه اقول لك يعني في فتره كده في اول الافلام ما كنتش مدركه قوي اهميه دول؟ الحدث حتى عارفه، لان بقول لك انا شيء مش في دماغي خالص. خالص. دماغي اما كوره والرياضه مش في دماغي دي. الإنتاج مش إنك تصرف فلوس وتقول أنا منتج، ولا تعمل أي أفلام وتقول دي أفلامي. رمسيس نجيب كان منتج حقيقي، بيكتشف نجمات ونجوم، بيقدم أفلام جريئة ومتنقية على الفرازة. كان مجرد وجود اسمه على التيتر شهادة جودة للفيلم. ده كان في زمن السينما فيه كانت المصدر التاني للدخل القومي. كانت أيام وعهد الله حلوة. اللي بعدها بقى ده كان تأشيرة. أيوة. لا. المهمة قوي في حياتي. أيوة قولي لي بقى، هو ده المحطة الخطيرة؟ الخطيرة بقى. كان الحاج وحيد بيصور نفوس حائر. حاج وحيد فريد شيخ. أيوة. مدير التصوير. فقال لي هتيجي تقابلي عبد الحليم حافظ. عبد الحليم حافظ. يعني شوفي شوفي الـ 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 الهول. ليه يا حاج؟ عشان الاستاذ حسين كمال هيقابلوك هناك عنده. عشان فيلم ابي فوق الشجر. انا الحظ لعب معايا كتير قوي. الحمد لله كتير. يعني الحمد لله، يعني اكتر من اي حاجه تانية. ده ما اقول انا محظوظه. الحمد لله ربنا يديمي عليك. فروحت ومش في دماغي فيلم ولا 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 دماغي. ما انت راح تقابلي عبد الحليم. راح اقابل عبد الحليم بس. فروحت في اوضه مكتبه. كان حسين كمال قاعد كده قدامي. هو كان قاعد على مكتبه. عبد الحليم والحاج وحيد فريد كان قاعد الناحيه الثانيه، وهما بيتكلموا انا مش سامعاهم اساسا. يعني انا بقى عامله كده عارفه، اللي هو مش مهم اشتغل ما اشتغل، مش مهم مسنحة، مش هتفرق كتير يعني ان انا اشتغل او مش. ففضلت واقفه بصره مش سامعه اي حد بيقول اي حاجه خالص يعني. وبعدين اشتغلت زار. كان يعني كان الابروفل ان هو الموافقه ان انا اشتغل، انه يشوفك هو يشوفني ويقتنع ان انا اللي هبقى امال. وعملت الفيلم. استني بس، وعملت الفيلم انت هتاكلينا في الكلام؟ لا لا مش هاكلك. حاجه قاعده مسنحه لعبد الحليم هو مثلا ابدا موافقه؟ قال على بركه الله يا بنتي؟ يعني اعمل ايه عشان تبقي اوكي؟ هو كان بيتكلم هو وحسين. بقول لك انا مش سامعاهم. انت مش مصدقاني؟ انا مش سامع حد خالص. خالص. انا فوكس على عبد الحليم ومش مفيش حد تاني موجود في الاوضه. وبعدين ف اذ فوجئتي انك انت بطلة إن الفيلم؟ لا كانت مدام نجا لطفي طبعا. طبعا كنت عامله البوبيت الصغنونه الاماراي. دقوا الشمازين، دقوا الشمازين، دقوا الشمازين من دوحة حاجة الأبازين. دقوا 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 الشمازين، دقوا 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 الشمازين. عبد الحليم حافظ كان أسطورة، حالة صعب تتكرر تاني. وفيلم أبي فوق الشجرة فيلم صعب نعمله تاني. فيلم مبهج بس صادم، فيلم غنائي بس ممكن تفكر فيه وتقول إحنا وصلنا لكده ليه؟ أبي فوق الشجرة فيلم عايش في سينمات الدرجة الثالثة لحد النهاردة، بس ميت على شاشة تلفزيوننا المصري. والسبب الرقابة. شمازين.
يا لهوي ياما يا دي النصيب، يعني ما قلتيش حاجات من دي؟ لا 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 قدام الراجل، لا قلتها بس بالانجليزي. ايوه ما انت ساعتها خواجايه اللي هو او ماي جاد او ماي جاد حاجات كده يعني يا خبر مش قادره اخبط عشان الميكروفون بس. عبد الحليم حافظ قاعد يحبك في الفيلم ويغني لي وبيغني لك يعني انت ده كانها دلوقتي على فكره انا حاسه بيها كانها حالا دلوقتي راحه. ده انا كان في اغنيه زياده في الفيلم بس اتشالت. لا يا شيخ، كان في اول الفيلم كان هو بيفتح كده البوم وبيتفرج على صورنا واحنا مش عارفه بيزقني بمرجيحه واحنا بنلعب صلح واحنا ما اعرفش ايه، كان اسمها اعز الناس. اعز الناس اتشالت من الفيلم؟ اتشالت لان الاغاني كانت كتير فقالوا دي هتبقى كتير، دي كانت نازله على الـ على الـ طيب صح. اول مشهد بتحبيه انت بقى يعني عاطفيه يعني ده عملتيه ازاي في الفيلم ده؟ ايوه امال يعني في الاغاني انا كنت مستمتعه قوي ان هو بيغني لي يعني. وانت شايفه نفسك قاعده تعملي الحاجات اللي بيعملوها كانت مريم فخر الدين بقى وفاتن حمامه وكده بتعمليها انت؟ اصل اللي بيغني بيغني خلاص يعني عنده حاجه. المسكين بقى اللي بيبقى قدام اللي بيغني ده اللي يعني بيخلص كل حاجاته يعني مره مبسوط ومره بيهز راسه طب وبعدين وبعد والاغاني بتبقى إيه تاني؟ طويله هيعمل ايه تاني يعني بعد كده. أيوة. بس يمكن اللي كانت اسهل كانت يا خلي القلب لان كان فيها يعني انت على حاجات وبتعملي حاجات مشغوله في حاجات ثانيه ملبوخه في حاجه ثانيه يعني غير ما تقعدي تسبلي قاعده وبتسبلي خلصتي كل الحاجات اللي عندك مش لاقي حاجه ثانيه تعمليها. واخداني الاماني لحد فين شفت بحلم 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 قد ايه شفت واخداني الاماني لحد فين شفت بحلم 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 قد ايه يرضيك نحب ونعيش بعاد بالشكل ده يرضيك نحب بالحب ده ونعيش بعاد بالشكل ده. طب احضريني بقى ها ادي البلاج لا ما تقولي ليش ايه ما انا عايز اعرف اتصور ازاي. كان في فرقة رضا كانت بترقص في على البيتش على البيتش كده و اتصورت في كتير قوي الاغنيه دي اكيد اخذت وقت طويل كتير قوي لان كان فيها كذا كذا كوبلين كل حد بيطلع يقول حاجه وبتاع وانا ما كنتش بقول حاجه انت طبعا بتعبري واقفه في الخلفيه بعمل كده وكده. والتمارين بقى وبروفات الرقصه ومش بروفات الرقصه لا انا ما كنتش في الرقصه هم عاملين ايوه هم بيشتغلوا كتير قوي قعدتوا مثلا ايه 3 ايام تقريبا يا لهوي صوروا فيها والاغنيه اللي قعدوا صوروا فيها كتير قوي اللي انا ما كنتش فيها اللي هي احضان الحبايب دي لانها كانت وقت الغروب فكل يوم يروحوا يظبطوا الغروب شويه ويروحوا الناس لو تعرف المعاناه بتاعت الحاجات دي طب الوقتها على البلاج ده لو انتوا بتعملوا كل الاستعراضات دي والغنى والرقص والشمسي والمش عارفه ايه الناس كانت متعاونه ولا كانت سائله لا كانت متعاونه لا زمان الناس كانت متعاونه جدا يعني كان على بلاج ايه منتزه منتزه شويه رايق برضو كان وقتها 3 ايام تصوير يا لهوي قابل بلاش يا قابل عاشق وجبي فاضي بتحبها حب عبادة وهي زي وزيادة وقالها واحد يخطبها أبوها وافق كالعادة أبوها وافق كالعادة من مسرح العرايش نور سالك وصمان وطفى وجري بيها
علشان حرية حرية مش أخلص من البيت والجمع ومراتي تتحكم فيا أما أنا مشكلتي جد الجد وجد الجد وجد الجد وانا عندي مشاكل ملها عد وملها عد وملها عد شططنا شططنا وبيت مشاكلنا عادي تتأجل للصيف الماضي تتأجل للصيف الماضي تتأجل للصيف الماضي. الحلقة دي هنزور نجم من نجوم الكوميديا في السينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة. هو كان أول يوم المخرج الأستاذ أنور الشناوي كلمني وقال لي حعوزك بعد أربع أيام. جالي مغص الأربع أيام. أستاذ رشدي مدام تانية كلمتنا عن فيلمها الجديد. إيه رأيك فيها بعد غياب 10 سنين؟ الأستاذ أنور الشناوي المخرج أثبت لي إنه المرحوم عز الدين الظاهر كان عنده عقل. وفعلا أنا انحالي قدام فن ثانية كممثلة دراما عظيم. طب يا مدام سعاد لو سألناكي سؤال شخصي شوية مش ناوية تبقي أم قريب؟ لا ناوية طبعا إن شاء الله بس لما ربنا يريد. مع الفيلم الاستعراضي الكبير أضواء المدينة، الفيلم بطولة الفنانة شادية والأستاذ أحمد مظهر، الفيلم من إنتاج مؤسسة السينما وبيخرجه الأستاذ فاطين عبد الوهاب وبيصوره بالألوان طبعاً الأستاذ وجيد سري. الفيلم اللي بشتغل فيه حالياً فيلم أضواء المدينة، فيلم غنائي استعراضي، والحقيقة أنا بقالي 7 سنين ما اشتغلتش في أفلام استعراضية. دي كانت آخر حاجة في جولة النهاردة مع سينما القاهرة. إن شاء الله نتقابل في الأسبوع الجاي زي النهاردة مع جولة تانية مع سينما القاهرة. طب انت ازاي وانت خواجايه كده ومش من يعني مش من صغرك ناشئه في الوسط وقدرتي تلعبي كوميدي في اصعب جواز ده لانه كان لذيذ جدا الفيلم انا فاكره بحبه قوي الفيلم ده ومنه المطار الحب تقعدي قدام الراجل ده هو بيعمل عمايل كان بيعمل عمايل سودا مش معقول بيعمل حاجات مش معقوله يعني القدره على انك تصمدي يعني قدام الراجل ده مثلا لوحده كده ازاي وانت كنا بيقولوا عليك البوبي اللي هو الحاجه الجميله المسرح يمكن عشان عارفه بتعرضي فتره وبتاع فبتتعودي على اللي قدامك يعني غير لما يبقى مثلا في فيلم ممكن ابوظ يعني خالص لو هو قدامي في مشهد او حاجه يعني امتى حسيتي بقى انه يعني مثلا مشهد المكرونه في مطار الحب ده يعني ما مشهد المكرونه ده انا فاكره واحده ست في الصاله راحت مزعقه له حرام عليك حاولت كانت حامل وهو ماسك المكرونه عمال يرزع فيها فكان فظيع الله يرحمه حاجه جميله تعالي بقى يا ايوه انا جاي وربي طيب تعالي بقى نروح لتقيلة اسمها الحفيد بحب الفيلم ده قوي بحب الفيلم ده قوي المود بتاعه قوي 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 ليه بقى احب الافلام ليه حب العيله الكبيره دي والاطفال ومدبولي ونور الشريف ومحمود عبد العزيز ومنى جبر والعيال الصغيرين والعيال كلهم ايناس ودينا بقى التاني كان دينا الحفيد كان دينا الاولاني كانت
كان في واحده اسمها مرفت كده صغيره ال... دي ايوه دي بتاعت القمر دي دي فظيعه دي راحت فين دي ما تابعتيهاش لا فظيعه البنت دي جميله فظيعه كفشها حلو قوي السينما مع الوقت بتبقى زي علم الآثار كام بيت مصري بيعمل سبوع؟ سبوع مصري بجد مش عقيقة أو حتى دي جي مين دلوقتي بيدق الهول عشان البيبي يعرف إنه داخل على دوشة؟ مين بيهزه في المنخل عشان يعرف إن الأيام هتغرب الناس ومعارفه؟ الحفيد وثيقة لعصر وزمن اختفى وتفاصيل كانت ملكنا إحنا لوحدنا اتخلينا عنها ببساطة وبقلة عقل مشاهد الفيلم ده السفرة الغدا اللي بتاكلوا فيه ووحيد صيف بينيل الدنيا عاطف سالم كان ازاي عاطف سالم كان عنده صبر غير طبيعي مع الأطفال غير طبيعي مش مع الكبار مع الأطفال الصغيرين قوي دول لأنهم مودي يعني مش ما هماش يعني كانت فجأة تقوله يا عم انا مش عايزه اشتغل يقولها طيب يا حبيبتي وبتاع شو بقى لو حد فينا انتوا كلكم مستنيين القلم على وشنا ولا حاجه فكان عنده صبر مع الصغيرين دول بطريقه مش طبيعيه عشان كده الاولاد بيطلعوا بيرفكت في الافلام هو فعلا كان عصبي جدا مع الكبار وكان ما يتنرفز وشه احمر فاكره وطلع عملت معاه فيلمين وبخاف منه لانه بيقوم انما بالزرزر. مع دول وكنت مستغربه يعني ازاي عنده الصبر ده مع العيال ومش عايزين يشتغلوا ولا نروح ويقول لي نام ولا انما المود بقى بينكم انتوا الكبار مثلا في الرباعي مثلا انت ونور ومحمود ومنى الجو الحاله اللي بين مدام كريمه واستاذ مدبولي والعلاقه الروح باينه في الفيلم باينه انا حسيت ان هم فعلا اهلي مامتي وبابايا واختي وجوز اختي يعني واخواتي اصلك ما عشتيش الحكايه دي لانك انت وحيده وبانت قوي كمان في ام العروسه برضو عمل نفس الحكايه في ام العروسه تحسي انه فعلا في عيله هو المود اللي بي بي بيفرض على فكره كل الافلام اللي فيها عيله كبيره لو اتصنعت كويس بتدخل في دم المصريين بقى كلهم يبتدوا كلهم يعملوا بيهيفير او يعني سلوك شبه الفيلم خالص يعني في انت شوفي مشهد اللي هو جاب التلفزيون والعيال كلهم جايبين كل اصحابهم وقاعدين وخدوا منه الفاكهه والحاجات الموز والبتاع ان شاء الله بتسحبنا الشاشه الصغيره في الاقصر وفي معابد الكرنك الاثريه في رحله لفرقه رضا للفن الشرقي هنعيش مع قصه حب عاطفيه هنستمتع فيها بصور من الجمال في اطار من التاريخ
يوم الثلاث بتصحبنا الشاشة الصغيرة لقلب موضوع مهم جدا، موضوع مرتب الزوجة العاملة. السلام عليكم. التصرف في مفردها ودون أي تدخل من الزوج. ونفس الكلام بينطبق على الزوج، هل من حقه أنه يخفي حقيقة مرتبه عن الزوجة؟ طبعا في أسئلة كتيرة قوي بتثار في الموضوع ده. فعلا انه كان بيت مش استوديو. قعدتوا قد ايه فيه ده؟ لا ما قعدناش كتير، انا اعتقد 7-8 اسابيع مثلا. العادي ده العيال اصل بياخدوا خدوا وقت جامد. طب بعد كده يعني انت كده التقيتي لحد هنا؟ احنا قعدت في سالم فيه 3 افلام. الحفيد وايه؟ حفيه. حفيه على جسر الذهب. السلم الخلفي. صح. اشهرهم طبعا الحفيد لانه اقرب للناس قوي كشيء يومي. انت عارفه في انواع من الافلام برضو اللي هو كل شويه يوحشك فتجيبيه يعني من تتفرجي من سيستم حياتك انك تشوفي الحفيد وام العروسه وشاف ايه كام فيلم كده بيتشافوا كتير. طب تجربتك يعني خليني ارجع مثلا لحسين كمال. الشخص ده خاص جدا، مخرج خاص جدا جدا، وبعدين كان شايفني دايما غير ال 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 دي يعني كده بس في ابي فوق الشجر، انما انف وثلاث عيون، حب تحت المطر، صرصره، صرصره، النداهه. كنت بقول جواز عتريس من فؤاد بطل، كنت بعمل بروفا امام الممثلين، كنت بقول جواز عتريس من فؤاد باطل، وده كان شيء من الخوف. جواز عتريس من فؤاد باطل، جواز عتريس من فؤاد باطل، باطل، جواز عتريس من فؤاد باطل. مش كل من وقف ورا الكاميرا وقال اكشن يبقى مخرج. حسين كمال حالة فريدة، مخرج عاشق للصورة، عاشق للتفاصيل، يعمل شيء من الخوف تحس ان الدنيا عتمة، يعمل ابي فوق الشجره تحس ان الدنيا بترقص، ولما يعمل صرصره فوق النيل تحس ان البلد دي صعبت عليك. حسين كمال واحد من جيل المخرجين الكبار اللي بوفاتهم خسرنا كتير ولسه بنخسر. طب تعالي ناخد واحده واحده. اوكي عدينا ابي فوق الشجر، نروح لصرصره اللي هو فيلم شائك جدا، كل الشخصيات شائكه جدا. شوفي الافلام كان بيبقى فيها ناس كتير قد ايه، كل واحد يشيل فيلم لوحده. بالظبط، يعني المجموعه، وانه يقود هذه المجموعه في لوكيشن تقريبا واحد. ما بيتغير يعني، ما بيخرجوا قليل قوي، وانه كل كاركتر يحافظ على الخط بتاعه بالظبط، وانه الشخصيات تبقى كلها بضوافر، يعني كلها بره اطار المنظومه الطبيعيه بتاعه المجتمع، وانتوا كلكم بتلعبوا بمنتهى التصديق للشخصيه. قولي لي كل واحد بيلعب بره دوره، كان بره الحاجات العاديه اللي بيعملها. خالص يعني. ايه بقى يعني، احكي لي برضو لان دي تجربه النهارده ما نشوفش حاجه زي كده الحقيقه، يعني النوع ده من الافلام صرصره فوق النيل ما لا تلاقي الرقابه توافق عليه، ولا تلاقي الناس ممكن تفهمه صح، ولا الممثلين يخافوا يعملوا الادوار دي عشان بيطلعوا حلوين، يعني في مشاكل في الفيلم ده. في الفيلم ايه المود ده كان بيجي ازاي؟ بيجي اولا من 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 القصه طبعا، نجيب محفوظ. نجيب محفوظ والسكريبت هايل، ويعني انا بقول كلام مخرج ممثل لازم يطلع كويس، ملهاش حل يعني، ولا يبقى مش نافع. كان وقتها السينما بتنقل بتروح للالوان، بس هو اصر يعمله ابيض واسود، وده اداله قيمه اعلى.
كتير. كتير. استاذ رجب في معجبات عايزين يسلموها لحضرتك. قلت لك الف مره مش عايزه. خليهم يتفضلوا. استاذ رجب اهلا وسهلا. استاذ رجب كان نفسي نشوفك على الطبيعه من زمان، ممكن تمديه الاوتوغراف ده؟ انا يا حبيبي ده باين عليه فيلم الجن. ميرسي قوي. ميرسي. اتفضلي. انا معجبه بكل ادوارك. متشكر قوي. انت بتشتغلي؟ احنا لسه طالبات في كليه الاداب قسم فلسفه. ما شاء الله، دي حاجه عظيمه. في الحقيقه انا غاويه تمثيل لكن هما لا. طب وايه ادوار اللي عجبتك؟ دورك في فيلم نعم نعم يا روحي والملاحيس الثلاثه وبحبك يا بطه. استاذ رجب. نعم. جمله التشت قال بترمز لايه؟ بترمز دي بقى دي هي بترمز لانقطاع المياه في الادوار العليا. ده الفن الهادف اللي بيعالج مشاكل الناس. مين السبب في النكسه؟ مؤامره خارجيه ولا عملناها بايدينا؟ موظفين مش شايفين شغلهم ولا شعب غرقان في دخان المخدرات؟ ولا مسؤولين ضحكوا علينا وقالوا ارفع راسك فوق وصحينا لقيناها بالهزيمة محنية؟ صرصرة فوق النيل مجرد سؤال كبير لحد النهاردة بندور له على إجابة ومش عارفين حنلاقيها إمتى. هي الحكومة ما وراهاش إلا التقرير، كل واحد يخاف من المسؤولية يكتب تقرير. طب هنعمل ايه بالتقارير دي كلها؟ لازم في حكمه في كده. الحكمه بقى ان ما دام بنكتب تقارير يبقى هنحتاج ورق، تقوم مصانع الورق تشتغل، ولما تكتر التقارير نضطر نحرقها، تقوم مصانع الكبريت تشتغل، ولما نيجي نحرق التقارير الكبريت هيولع في هدومنا، تقوم مصانع القماش تشتغل. قصدهم يحصل يعني اكتفاء ذاتي. يا سلام. منه وقيادة حسين كمال للممثلين في الفيلم ده لأنف وثلاث عيون. بلوة تانية. بلوة تانية. وانت واخدة تلت فيلم شايلاه تقريبا كله. انت العين التالتة. العين التالتة برضو شايفك هو هتنفذي اللي في دماغه اللي في وانت ما انتيش القطه وهو لازم تنفذي اللي في دماغه. يعني قولي لي بقى، راسم الشخصيه بطريقه معينه وشايفها بطريقه معينه، ويعني هو اختار لي البواريك كلها. كانت الوان، كان في موف ومش عارفه اسود ومش واصفر، وكان في كذا رحاب، دي كان ليها شكل كده وطريقه لبس وجليتر تحت الباط ومش عارفة ايه وسيكونس بتتحط على الوش كل ده كان بيقعد يطلبه يعني عشان يطلع بيرسم لوحة الصورة دي. هلو، انت لسه زعلان على الكرافتة؟ تصوري ما عرفتكيش. انا بغير شكلي حسب حالتي النفسيه. ايه، مش هتقولي اتفضلي؟ ما انت اتفضلتي خلاص. تحب تشرب ايه؟ والاداء وال 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 المود اللي انت فيه كله مود هيبي قوي وغريب عني يعني. عارفه يعني انا ما ببقاش مرتاح قوي في الحاجات دي. لان ما احنا كنا اصحاب قوي في الوقت ده طبعا. احنا يعني ابتدينا فعلا من لما تعرفنا على بعض وبقينا اصحاب جدا جدا وعشنا اوقات يعني طويله. فانا عارفه يعني ميرفت تصحى من النوم تروق البيت وتقعد وتعمل مود حلو قوي جوه البيت وتفضل قاعده، ما هياش لا بتخرج ولا غاويه بارتيات ومش عارف ايه والكلام ده، ولا تلاقيها بتحضر حفلات الا المياتم كل شويه وهي بتقابل في المياتم. يعني اداء الواجب نمره واحد بتعمله، حد معين في مستقبل نمره واحد هناك، غير كده
ما اعتقدش اننا حتى انا وانتي تقابلنا الا في البيت. اه كنت بتطلعي روحي بالقطه الفارسي بتاعتك البيضه ولا كان ولد هو؟ اه بقوا سته دلوقتي الحمد لله. ما بقتش دلوقتي ماليش دعوه لان انا ما بحبش القطط وهي وتقول يقعد على حجري زي وانا ما اقدرش اتكلم بالعافيه. بتفرخيهم بس خلاص بقوا سته. بقوا سته هو نفسه جوزتيه ولا لا؟ لا خلاص بقى دي اجيال 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 ورا اجيال. فايوه أصدقك لما تقولي انه الشخصيه اللي في انفه ثلاث عيون لا مش شبهك خالص حقيقي يعني. انما اجاده الدور وتصديق المخرج وتصديق الورق حسين عبد القدوس حاجه تانية خالص يعني. حتى ماجده في الفيلم ده شخصه تانية خالص. نجله يعني يمكن نجله اكتر واحده قريبه لادوارها. كانت هي ال 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 طب رحتي بعد كده للنداهه؟ انت عامله في النداهه مشهد قولي لي ده اتعمل ازاي يعني في الوقت ده وانت في التالق ده القوي ده؟ حسين اللي طلب. اه حسين طلبني قال لي هتعملي هتعملي الدور ده. فانت تروحي طبعا من منطلق انه استاذ انه مصدقاه جدا. مصدقاه جدا اه جدا. كنت بحب الشغل معاه قوي. بتفكري في ايه؟ بفكر لو دوست زر كمان ايه اللي هيحصل؟ انت كل حاجه في حياتك ماشيه بالزراير. هي دي الحضاره؟ هي دي الدنيا بتاعت بكره؟ انت هنا عايشه في سنه 2000؟ انا مش عايشه سنه 2000، انا عايشه جوه كوبايه ايس كريم. جوه كوبايه ايس كريم؟ ايوه. كل اللي حواليا ده شيء عظيم، لكن فين الروح؟ فين المشاعر؟ وحياتي أبي اقعد معانا عشان نلعب بيانو سوا. خلاص بقى عشان خاطر نجوى. بص في عينيها لمح دنيا جميلة. بصت هي في عينيه لمحت مستقبل جاي. الاتنين حبوا بعض زي أي اتنين. هي دابت مع صوت عبد الحليم وهو نسي نفسه في زحمة الحياة. القصة مش قصة ظابط ولا مناصب. القصة ببساطة إننا لما ننسى أهمية اللي معانا بنفتكر إننا مهمين في ذاتنا وده مش حقيقي. ندهولك قالولك هنعمل زوجة رجل مهم. كان متعب. الفيلم ده كان متعب قوي. ليه بقى؟ قوي. أنا تعبت فيه قوي. أنت عملتي فيه شغل نفسي مزعج جدا. كان كله يعني كل التعبيرات كانت داخلية ولازم تبان. أحمد الله يرحمه كان هو اللي بيرمي لبره. هو اللي بره انفعاله باين دايما. اللي جوه ده بيبقى صعب قوي. فكان على أعصابي. وبعدين محمد خان بيهتم قوي بالتفاصيل الصغيرة. القعدة. ايدك بتعمل ايه؟ بتعمل مش عارفه بتلعبي إيه كوتشينه؟ لما بقعد العب كوتشينه كانت الكرسي بحط رجلي كده. يقولي تحطش رجلي كده. ليه؟ ما تفهميش. يعني ما هو عنده معنى عايز يوصله. وابتدى يغير من شكل بنت يعني فرحانه بصوت عبد الحليم ومش عارفه ايه اللي بتحب اللي ابتدت بقى شكلها عامل ازاي وبتاع. فكان الديتيلز والإحساس بالشخصية كان فظيع. كان متعب مرهق. وإنه الراجل اللي أنت متجوزاه ده اللي هو أنتوا ما حبيتوش بعض حقيقي
يعني هو اتجوزك شبه تقليدي في لطافه كده وبيطردك في المحطه وهي انبهرت بيه بقى انبهرت بانه ظابط وبتاع لكن الحب جواكي مش موجود مش هو عارفه البني ادم اللي يقتحم بني ادم تاني يعني هو فرض نفسه عليها تقريبا يعني بالظبط في القطر وفي البتاع واهتمت باهتمامه بيها والحاجات دي وبعدين كونها شخصة مش اكسبريسيف يعني ما بتعبرش عن مشاعرها انا فاهمه طبعا ده الصعوبه الرهيبه اللي انت واجهتيها لانه ما فيش مواجهه حقيقيه عملتيها الا في الاخر لكن عمال الراجل يتغير قدامك ويتشكل بشكل يخوف وانت قلقانه من وانا عماله بقى بتغير مع الحاجات بتاعته دي بقى كلها دي بعدم رضا بوش عمال يتكسر يعني حتى لما زعلت وراحت لابوها راح قال له ترجع تاني يا منى يعني هو ضابط المباحث الوحيد اللي في البلد مش يمكن حد غيره عمل كده وممكن زمايلك فعلا يكونوا يستاهلوا اللي حصل قلت لكم من زمان اني مش مستحمل اعيش معانا البيت بقى زي السجن معلش يا بنتي ازمه وتعدي اسمع يا باشمهندس انا ما عنديش وقت للمحاضرات دي وباختصار شديد بنتك غلطت ازاي تسيب البيت وتخرج من غير اذني انا كنت بقى عايز افهم لك اصول تجيبها دلوقتي وتيجي على طول بعدين ما تنساش يا باشمهندس بقى الظروف اللي بتمر بيها البلد بعدين انت راجل كبير ومحترم وبقالك كام شهر بتطلع على المعاش من الافضل انك تكمل المده وانت في وظيفتك ووسط بيتك وبلاش شبشره فهمني كويس مش كده بقى دلوقتي تنزل وتجيبها معاك صحابها راح قافل الباب مشمع لهم الشقه ومش عارفه ايه خيري يعني خيري بشاره فكان فيها ديتيلز يعني حتى المشهد الاخراني فاكره المشهد الاخراني اللي هو باباها بيجي لها الصبح وبيقطع عليا نايمه على الكنبه قال لي هتتكعوري على الكنبه زي البيبي اللي بيتكعور في 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 بطنه في بطنه كده كلك جوه بعضك اللي هي عارفه راجعه يعني هربانه من كل حاجه لغايه ما باباها بيجي لها وبيضربه بالنار بيطلع بالنار لانه هياخدها ويمشي فطبعا انا اي صوت على فكره بفرقعه ولا بتاع انا بتخض لو بصيتش على اللقطه دي هتلاقيني وقت التك ده انا رحت بقى بعدت ثانيه ورجعت اتخضيت من الصوت وبتاع يلا يا بنتي بقى محمد خان في اخر الفيلم اللي هو نزل عليها اغنيه عبد الحليم وانا على الارض وهو دخل قال لي لما هترفعي وشك عايز اشوف كل معاناه الفيلم في وشك لو بقيت حاسه روحي هتطلع وانا بعمله يعني مجهود كان فظيع يا خرابي على الفيلم ده بس فيلم تقيل يعني فيلم تقيل جدا ومفيش شط فيه ملوش معنى واحمد فيه كمان كان رهيب جبار وانت جباره وزيزي مصطفى الله يرحمها حتى في حدود وخيري. الدور وخيري بشاره الجار اللطيف ده كله واحمد والرئيسه في كان مين رئيسه كان حسن حسني كان حسن حسني واحمد مختار زميله
في الضابط اللي هو كان الكوركت الضابط حتة فيلم يا لهوي. اتقابلنا بقى في السادات. سادات. السادات ده سادات. يعني برضو محمد خان برضو أحمد زكي برضو عمل أنت عارفة أنه هيخلد الشخصية موجودة وشاهدة. أنا لما جالي أحمد زكي الله يرحمه وكلموني على الفيلم وهو وقتها كان نفسه يجيب منة تعمل الدور عشان القلبة تبقى فيها يبقى فيه الشبه بس ده ما تحسيتش يعني مع منى ما يعني ما حسيتيهاش يعني وقال لي وقتيها ان جيهان هانم هي اللي طلبتني. ايوه أتوم. ايوه صح هي دي اللي تعمل الدور. فروحنا لها طبعا البيت وقعدت اراقبها بقى وهي بتتكلم وتحط ايديها ازاي وبتتكلم ازاي الحاجات دي قعدت اشوف طريقتها عامله ازاي فقالت لهم هي اكتر حد يعني ممكن يعمل شخصيه وشافت الفيلم اثنت عليه يعني ولا انا حضرت الفيلم شوفي من الافلام اللي حضرتها اتفرجت على الفيلم صوري شوفي يا لهوي والله بس شوفيني وانا بتفرج على الافلام دي على فكره انا مش عامله كده ليه كده انا مش عارفه هتجنن يعني عايزه تقولي كنت قاعده القعده دي في زوجه رجل مهم وانت عامله اداء عبقري ازاي يعني تعملي كده اهو اديكي دلوقتي بتفتكري المشاهد وتشوفي عانيتي فيها ازاي هقول لك على حاجه انا ما عنديش فيديوهات لافلامي ايوه انا عارفه الكلام ده خالص غير لو حد اداني نسخه يعني مثلا هاني لاشين اداني نسخه من الاراجوز ويحيى الفخراني اداني نسخه من عوده مواطن دول اللي موجودين عندي ومنى سايباكي كده ما بتقولكيش مش عامله هي مكتبه لا لا برضو لا لا عندها ما نفس ما عندناش القصه دي ما عندناش في البيت الحاجات دي ما عندناش الحاجات دي في البيت ده صح غريبه الحقيقه غريب انا عندي افلامي ناس غريبه ولا اعرفها يعني بحطها في دولاب المهم عشان يبقوا عيالي يبقوا يتفرجوا عامله مكتبه لا انا عندي افلام بس مش انا مش انت اللي جمعاها لا مش بتاعتي انت واخده افلام ناس ثانيه طبعا وبتتفرجي عليها هتجنني والله هتجنني طيب شفتي السادات مع جيهان هانم بقى شفناها في السينما هاتوا ابننا اللي عمل مسلسل الأيام دي كانت وصية السادات لما فكروا يعملوا عنه فيلم الوصية شالها أحمد زكي سنين كتير الحلم جواه بيكبر والرغبة جواه مش بتموت فيلم اتعمل بحب اتعمل متأخر بس المهم إنه اتعمل أيام السادات أكبر دليل إن الأحلام مش بتموت إلا بموت صاحبها شفتي الفيلم على بعضه ازاي؟ بمنطقتك بمنطقه منى او لا شفت الفيلم كفيلم بقى على بعضه لما بتمثلي ما بتشوفيش غير حتتك انت اللي بتشتغلي فيها يعني شفتيه فقعدت عارفه كان بيحصل لنا حاجه غريبه احنا صورنا في البيت صورنا في البيت في بيتهم وكنت بشوف الناس اللي كانت بتشتغل بيبصوا لاحمد زكي ازاي عارفه مخضوضين من الشبه ومن الطريقه ومن الشكل وهو كان بيعيش حتى بعد التصوير احمد عارفه كان بيخش جوه الشخصيه وتفضل معاه فتره طويله قوي تفضل جواه
ما حكالكيش حكايات عنه وهو والحفيدة نزلت في يوم قالت الله جده هنا يا حبيبتي شكل كان رهيب والطريقة وطريقة الكلام والبايب انت احوالك اليومين دول متغيرة خالص ما بتقعدش في مصر قد ما بتسافر رحت روسيا والعالم العربي اكتر من مرة بس يا ريت بفايدة مالك يا أمر طول عمرك بتواجه المشاكل وبتحلها بس المرة دي المشاكل بقى حلها مش في ايديا ازاي تعرفي لعبة الدومينو لما تقفل اللعبة لازم نهد الدور ونلعب دور من أول وجديد أنا حالياً في الموقف ده الأصدقاء اللي أنا كنت معتمد عليهم خسروني ربنا هينصرك زي ما نصرك قبل كده انت عارفة أنا بقالي كام يوم بفكر في الزنزانة 54 مش فاهمة قصدك إيه أنا اتعلمت حاجات كتير في الزنزانة دي اتعلمت إن الإنسان لا يمكن يعمل تغيير في عالم الواقع إلا إذا عمل تغيير في أفكاره هو أنا مسؤول عن شعب وفيه أمانة في رقبتي أمانة بالنسبة للجيل ده وللأجيال اللي جاية الأمانة دي مسؤولية بتفرض عليا إني أعمل اللي المفروض أعمله بدون أي اعتبار لكرسي الحب أنت غامض النهاردة المفروض إني أقوم بواجبي إذا كان في إمكاني إني أجنب الأجيال اللي جاية نزيف الدم والحروب كان ده في إمكاني وما عملتوش أبقى أخطأت في حق الشعب وفي حق الأمانة أخطأت في حق نفسي أمام الله سبحانه وتعالى أنور أنا مش فاهمة بكرة هتفهم أنا حضرت معاكم يوم في البيت في الاستراحة الصغيرة فاكرة يوم ما كنت أنا بصور ودخلنا أنا وإنتي المتحف شفنا البدلة بتاعته ومش عارفة إيه وكتبنا كلمة في الدفتر ميتا بالكوم وفاكرة إنه في الاستراحة اللي هي على الترعة بيرحب بيا عشان أنا جاية أعمل مشهد وماشية يعني فلذيذ يعني وقعد أرغي أنا وإنتي ومش عارفة إيه فخدني على الترعة دي والله العظيم يا ميرفت فجأة راح قايل لي عارفة يا إسعاد قلت له أيوه قال لي أنا كنت بتعلق في الشجرة دي واتمرجح كده لحد ما أقع على بوزي مش عارف إيه بصاله أنا تتمرجح فين هو السادات هو حد حكاله إنه السادات كان بيتمرجح على الشجرة دي فبيحكي لي الحكاية اللي هو اللي بيتمرجح على ما أنا بقولك كان جوه كان الشكل كان رهيب يعني حاجة مش معقولة فأنا قعدت بصاله كده مش مصدقة إن أحمد للدرجة دي دخل جوه الحكاية لدرجة إنه هو فاكر إنه هو كان بيتمرجح على البتاعة دي ويقع مش عارف إيه الراجل ده كان عظيم قوي 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 وفعلا زي ما انت بتقولي كانت الناس بتتعامل كانه الرئيس موجود دلوقتي رئيس السادات بتاعهم موجود في البيت كان عندهم ذهول يعني من حاجه مش معقوله الراجل ده وبعد كده هي انبسطت بقى مدام جيهان من الفيلم جد. ده من الحاجات اللي شفتيها مشكرين قوي يا اختي ربنا يخليك مستمني قوي انك شفتي الفيلم يا ربي انا شفت عمدان المرمر دي فين قبل كده هاتي بوس ايه اللي جابك هنا انت مش عارف ان ده ممنوع اعمل ايه اعمل ايه كنت بدور على واحده اسمها مدام سوسه وكل ما اسال حد يقول لي عندك هناك عندك هناك عندك هناك هي عندك وعندك هناك دي تبقى فين ها وعايز بقى مدام سوسه في ايه لا 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 فؤاد المهندس صاحب اجمل ضحكه بنضاره وكمان صاحب اجمل افلام في الستينات ناس تقولك دي أفلام كوميدية وهي الكوميديا عيب ناس تانية تقولك يا عم ده مضحكاتي وهو الضحك جريمة عودة أخطر رجل في العالم فيلم بيضحك أيوة بيضحك وكل ما أشوفه بسأل نفسي هي بهجة زمان راحت فين صحيح راحت فين افتكري كويسة بنت الناس سايبها مفتوحة ولا مقفولة طبعا مفتوحة انت متأكدة لا مقفولة مقفولة؟ أظن لسه هتظني؟ أيوة ايه؟ سايبها بين البنين يعني ايه بين البنين؟ يعني لا مقفولة ولا مفتوحة انت يا بنت انت عايزة تجننيني
ما انا مش فاكره. انا اقولك حضرتك رديتي باب الخزنه رجع اللسان مطرحه اتقفل التاني. طب وهنعمل ايه؟ هي فيها عمل ان شاء الله، وبدون مقاطعه ابشرك ان كتب كتابنا هيكون في لومان طرق. من فضلك ما تفسرش في وشي. افسر اقشر وحياه ابوك او ده اللي هيحصل. طيب ما تقوليليش بقى انك ما شفتيش مثلا عوده اخطر رجل في العالم بقى، تقوليش بقى. شفته في التلفزيون. طب بس حبيتيه؟ يعني مش معقول في كده انت وفؤاد المهندس. لازم احكي لك على وقعه ثقيله في الفيلم ده، ثقيله جدا يا شيخ. انا بيني وبين الغنى فرسخ فرسخ يعني مفيش خالص، يعني مفيش يعني يعني احب اسمع حاجات بس اجي اقولها تطلع شمال يعني. فجم قالوا لي في اغنيه وسهله، وجي يعني خالد الامير تنتن قولي. قلت جيت اقف قدام الميكروفون ان صوتي يطلع. مفيش يا نهاري. بيت وزمان بقى كان ايه بقى كمان يعني، انت تقفي على الميكروفون والفرقه كامله قدامك قاعده قدامك بقى. وقاعدين بقى عاملين كده، شوف بقى هتصدعنا هتعمل ايه بقى. قلت يا خرابي. طب عايز اخرج بقى من هنا. هخرج ازاي؟ فجابوا حد حتى غنى يعني. ما عملتهاش انت يا فين ده؟ مين ده؟ مفيش خالص. بيبصلك وبصلي، بيبصلك وبصلي، عليه قوام يلا ادخلي. بيبصلك وبصلي، بيبصلك وبصلي، عليه قوام يلا ادخلي. يعني صمتي برضو قدام فؤاد المهندس. عجيبه انت، انت عجيبه كده. قدام فؤاد المهندس ومدبولي، لا وصامده ماسكه نفسك يعني، ولابسين بيضة الراس يعني. شفتي في كده وهو بالبرقع بيقول لي يا مجنونه يا بيضة يا مجنونه يا مشعرس. وبعدين الكاست كله كارثه في الفيلم ده، وبرضه يعاد اكتراره طول الوقت يتذاع طول. في افلام كده رزقها في رجليها يعني، تفضل هي بتتذاع تتشتغل. نفس الاحساس جالك مثلا وانت بتعملي واحده بواحده؟ اصل ده كان نوع تاني بقى خالص. الناس نسيت اسم الفيلم ده على فكره. يعني يقولوا لي الفيلم بتاعك بتاع الفنكوش حلو قوي يعني. واحده بواحده دي اتنست خلاص. انت نفسك اهو كنت مش فاكراها. قبل ما جيت اجري وراه وانده عليه، حضرتك صحيتيني من النوم يا منى. هو انت مفيش حاجه في مخك غير الرجاله؟ وفي حاجه احلى من كده؟ الضحك للضحك مش اهانه، والكوميديا عمرها ما كانت استخفاف ولا استظراف. عندك في الكادر ميرفت امين وعادل امام واحمد راتب. تفتكر مش هتضحك؟ تفتكر هتوقف الضحكه اللي من القلب وتقعد تسال ليه وازاي وعشان ايه؟ يا عم اضحك، انبسط، خلي صوتك وصوت ضحكتك يرج الكون ويقول للكل انك مبسوط. في اوضتك انا وانتي لوحدينا طول الليل يا انسه. عبدو اوعى تقول انك بتتكسف مني، ثم انت في اوضه وانا في اوضه، واذا حبيت ابقى تربس الباب عليك. الحقيقه مش عارف اقول لك ايه يا انسه. يا عبدو احنا ناس كبار وعاقلين ومثقفين، انا عايزاك تفكر في الحكايه بعقل مفتوح ومن غير حساسيات. صح 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 يا نسا. وبعدين هنا هتقدر تشتغل من غير ما حد يضايقك، وهتقدر تفكر على كيفك. كلامك مظبوط، كلامك مظبوط يا نسا. ايه رايك بقى، مش هنا احسن مكان لي؟ انا عملت ميعاد البحث عن فظيعه واحده بواحده ومرجان ومرجان وفيلم تاني بس ما كانش هو معايا، كان معايا نور الشريف. البعض يذهب للمأذون مرتين. اوكي. انا بحب الافلام الكوميدي قوي.
انا بحس انك انت بتستمتعي بيها وسايبه ايديكي. وبحبها وانا بشتغل فيها. لا بدليل انك انت بتعملي مشاهد الضحك بسلاسه يعني، مش اصل ساعات يبان ان الممثل ده ملوش في الكوميديا قوي فيبقى نشاز في المشهد. يعني الناس كلها بتشتغل وهو لوحده ونشاز كده واقف مش خشب كده ما بيشتغلش معاهم. لا عملت. لا انت بتبقي لوس. في كام فيلم حلوين يعني. يعني مع عادل ده انت عماله راس براس تيتا تيت بتعملوا ببعض مقالب و... ويعني واقفين لبعض جامد. كان فيلم حلو. يعني وشوفي انت بقى تعادل ازاي كل ما يعني الظروف السياسيه تستدعي كلمه الفنكوش. تبصي تلاقيه طرخ راح طالع تاني جامل. كله فمن الميزات انه كمان الاجيال اللي بتتغير الجديده عماله تشوف الحاجات دي. احنا نفسنا يفضلوا يشوفوا كل الحاجات يعني يا رب. فبتبقى حظها حلو الافلام دي كمان. عادل ادهم بقى حكايه تانية. وبعدين بني ادم طيب جدا يعني بص لنا بس احنا كرهناه من اللي كان بيعمله فيه كلهم. ده طيب قوي قوي. كان راجل برنس بجد لذيذ ومش واقف عند حاجات سخافه الدنيا وكان دمه خفيف كمان جدا كمان. يعني في مشهد انت بتقولي لعادل ادهم مش عارفه انت قاسي ولا انت ايه، قال لك انا عزيز انت مش انسان، قال لك انا عزيز. انا عزيز. ده ناس كتيره قوي بتحب المشهد ده جدا وشايفاكي فيه يعني عاملاه بقلبك قوي كده حلو يعني بيحبوه ليكي قوي. بص بصلي ازاي هتجنني. بفتكر مش من النوع اللي بتقيمي مشاهدك كده بحاول افتكر تعرفي قيمتها وكده. ايه ده؟ ما هم كتير الحمد لله. الحمد لله نعمه من عند ربنا. عاوزة تقتليني يا قطة عشان الصرصار أحمد سامح؟ يعني أنت اللي دبرت الحادثة؟ عايز تموته ليه؟ علشان ده ولد قليل الأدب يتحداني أنا قدام الناس. حبيت أفهمه إن مفيش حد أبدا يتحدى عزيز. خدي بالك المرة دي ملصت لي قدامه بس عشانك، إنما لو انا عايز اخلص عليه ده موضوع في منتهى السهوله. ما تنسيش انه رايح في المستشفى تحت حراستي، حقنه دواء صغيره تخلص عليه. انت مستحيل تكون انسان له قلب ومشاعر زي بقيه الناس. انا مش انسان، انا عزيز. قالوا ان الفيلم قصه كاميليا والملك فاروق، وناس قالت لا دي قصه مراكز القوة، بس الجمهور شاف قصة حب بين اتنين، قصة حب حسين وميرفت. الجمهور يشوف اللي هو عايزه. الجمهور هنا هو الحكم وهو صاحب الكلمة، لأن الفيلم في النهاية ملك للجمهور. أبوس جزمتك أنا. واعملها كاس كمان. انا فاكره في الفيلم ده كان المفروض فيه فستان الفرح اللي انا جايباه وفرحانه بيه وهو مستنيني جوه البيت او بيجي ويروح واخد الفستان ومولع فيه. طبعا الفستان اللي جايبينه بقرش ساق يعني فما بيولعش. فهو مسك الفستان وقال لي شايفة يا قطة الفستان بيولع ازاي، وراح مولع فيروح الحتة اللي هي ولعت وتروح ساكتة عارفة. فقال لي شايفة الفستان ما بيولعش ازاي. اضطرينا طبعا بقى ندلق عليه بنزين ومش عارفة ايه عشان يعمل التأثير. لكن الراجل جميل قوي. شوفي الفستان بيتحرق ازاي؟ انت مجنون! حرام عليك! اسمعي الكلام اللي بقوله. حرام عليك! انا اقدر احرق قلبك على احمد زي ما احرق الفستان. حرام عليك! تعالى اتخلصت من شغلي. واقدر اتخلص من احمد سامح بتاعك ده. وهتخلص من اي حد يجرؤ او يفكر ان ياخدك مني.
ممكن تتجوزي يا احمد، ممكن، بس تاني يوم هتبقي ارمله. ارمله ده اخر امرأة ليكي، واللي هيحصل لاحمد انت اللي هتكوني سبب فيه. مبروك، فستان الفرح. بس يعني في حاجات انت عملتيها حلوه قوي كمان يا ميرفت، يعني ما تتنسيش ولازم تبقي فاكراها، ما بقاش انا قاعده اقول لك المشهد. بس مش مشهد مشهد، يعني مش هفتكرها مشهد مشهد، يعني صعب. انت عشان ما بتتفرجيش. لا حول ولا قوه الا بالله. طب اوكي سيبيني من ده كله. ها نروح لسواق الاتوبيس بقى، عاطف الطيب. ما تقوليش بقى الطيب. ايه بقى عملت معاه فيلمين؟ عاطف الطيب عملتي سواق الاتوبيس والدنيا على جناح يمامه. والدنيا على جناح يمامه. الشخص ده عامل ازاي عاطف طيب؟ وانا كان بيحب شغله جدا. جدا اللي هو عارفه يشتغل 18 ساعه وحاجات كده لغايه ما نسقط يعني. اللي هو قول ايه ده انتوا تعبتوا؟ لا يا باشا لو خلاص بقى يعني. فبيركز قوي في كل مشهد وفي كل بتاع. وانا عامله دور لذيذ قوي في سواق الاتوبيس ده بتاع راح اتعلم انجليزي ومش عارفه ايه هلاقي اكل في البيت النهارده ولا لا؟ طب ما تيجي تغدى معانا عند ماما. لا هاكل لقمه في السوبر. طب هتفوت تاخدني امتى؟ على اخر النهار. دور على ايه؟ على الكوفيه جوه الدولاب. سلام. الاسم حسن بس مش شاطر، مصري جدع وأحلامه على قده، متجوز من ست البنات. لكن مين اللي قال إن الحواديت لازم تنتهي نهاية سعيدة؟ حسن بتاعنا ضعيف مكسور قدام نفسه قدام الحياة، قدام ورشة أبوه اللي بتضيع ومعاها ملامح بلد كانت في يوم ليه. سواق الأتوبيس مش مجرد فيلم، سواق الأتوبيس صرخة، صرخة حزن من جيل عانى كتير ولسه بيعاني. تفاصيله وبرضه يعني هو مخرجين برضه التفاصيل الصغننه قوي قوي بتفرق معاه. وساعات انا كنت مثلا متفرج عليه وانا في الاول كده اقول طب انا لو ممثله واقفه في المشهد انا ما بقاش عارفه هو اللي انا بعمله مش اللي هو عايزه، او يعني هو بياخد معنى تاني، معنى دبل للمشهد. بس هو حتى لو المشهد يعني ما عملكيش توجيه له يعني شرحه كده وانت اللي بتعمليه بتبقى في حاجه معينه في دماغه بالظبط هيفضل وراها لغايه ما وممكن ما يقولكيش عشان انت تفضلي طبيعيه. لانك لو عرفتي اللاير الثاني او المستوى الثاني للمشهد مش هيبقى دهك طبيعي. لا هيبقى مصطنع. هل بتحسي بصعوبه كنت مع يعني مثلا تروحي مع مخرج تقولي ده بسيط جدا وواضح يعني المشاهد واضحه ما فيهاش اعماق زياده عن اللزوم، او مخرج تقولي انا لازم اخد بالي لان ده مش اي حاجه بتعدي عليه ومش البسيط اللي في المستوى الاول هو المطلوب. يعني مثلا هل كان في فرق بين انت وانت بتشتغلي مع صلاح ابو سيف او عاطف الطيب او محمد خان غير انه اللي بيعمل فيلم كوميدي بلين واضح بسيط ومباشر؟ يعني هل كان بيجيلك الاحساس ده انت مش شايله همه؟
لا بشيل هم الادوار اللي هي الثقيله دي، بشيل همها طبعا جدا جدا يعني ان انا اطلعها بالطريقه المظبوطه قوي. او حسين كمال يعني برضو في الاعمال الثقيله دي، حسين كان دايما، حسين كان بيواجه الممثل دايما يقول لك انا عايزك توصلي لي المعنى ده. وممكن يقول لك ايه، شوفيني. شوفيني يعني يعمل يعني يعني لو ما عملتهاش مظبوط يقول لك شوفيني. فهيعمله. وما تحسيش انك بتنقشي منه؟ لا لا. الميزه دي كانت فيه، وكانت في حسن الامام الله يرحمه برضه. يملك الاداء. بس حسن الامام بقى كان في ممثلين كتير ياخدوا الاداء يعني يقوموا عاملين زيه بالظبط. لا ما كنتش بعمل زيه. انت لا خالص. انت على فكره من الحاجات اللي انا برضو خدت بالي منها في وانتهى الحب ده، انك انت ما بيتبهتش عليكي. يعني مفيش مخرج يبهت عليكي بطريقته، هو يقول لك انا عايزك تقولي لي ايه اللي انت عايزه ده يا معلم كده مثلا. ففي ممثلين يقوموا قايلين له ايه زي نفس وانت لا. فانا خدت بالي، مع ان انا كنت لسه هبله يعني، انما برضو قلت على فكره البنت حلوه دي مقرقره، ما بينضحش عليكي الشغل يعني، ما بتقلديش. والله ما كنتش مقرقره قوي يعني، بس كنتي طبيعه كده يعني، كان كنتي طريقه قرقرت بعدين. قرقرت قرقرت بعدين. بعد كده بقى انت جات لك فتره مثلا ابتديتي تحسي انه السينما بعافيه، اكيد زي كلنا يعني. ف احساسك كان ايه؟ لانه انت عندك مثلا في سنه في السبعينات مثلا انت عامله لك حاجه و70 فيلم. ونيجي على الثمانينات تبص تلاقي العدد نزل بقى 28، بس القيمه بقت اكتر عاليه قوي يعني. يمكن التسعينات الدنيا خفت شويه على الكل يعني، على الكل. وبعدين هل كنت بتبقي بتتابعي من بعيد تقولي حال السينما رايح كده رايح كده، حزينه هنا فرحانه هنا؟ والله كنت بحس ان الافلام يمكن كانت عارفه، كان في فترات كانت بتتعمل افلام كتير قوي كده يعني خفيفه وما تفتكرهاش حتى يعني، مش حتى ما بتقفيش عندها. قلت بس يمكن الجوده كانت احسن في الفتره الاخيره بقى. يعني طب لما عملتي مثلا مرجان، انت كنتي راجعه من شويه بعد عن السينما. كان بقالك فتره بتشتغلي مسلسلات، والسينما عموما فيها فتره كده مش نفس الجيل اللي اشتغل اللي قام بيها الكام سنه دول. ما حسيتيش بغربه؟ ما خفتيش وانت راجعه مرجان مع عادل بعد السنين دي برضو؟ انا واخده على عادل اصلا يعني، ففي والدور كان لذيذ يعني، كان برضو يعني هي كانت الدكتوره، بس كان فيها شويه يعني طعم قوي الحته اللي هو بيتخيلها وهي بتغني بوس الواوا ومش عارفه ايه. ما انا سمعته من ورا بيضحك فاطمنت. لا والله لقيته بيضحك فاطمنت، قلت لا ما دام ضحك يبقى اتعمل كويس. لذيذ جدا، وكان مفاجئ جدا المشهد ده انه من الدكتوره والبتاع وراحت عامله فجاه بقت عامله كده. طبعا بقى الاختراعات بقى بتاعت ان جايبين شراب وبتاع عشان لازم نخترع الحاجات كلها. ليك الواوا بوس الواوا خلي الواوا يصح، لما دست الواوا شلت صار الواوا بح. ليك الواوا بوس الواوا خلي الواوا يصح، لما دست الواوا شلت صار الواوا بح. بقرب خبيني مرني ودفيني، انا من دونك انا برداني اح. ليك الواوا بوس الواوا خلي الواوا يصح، لما دست الواوا شلت صار الواوا بح. واوا أنا كنت بقول إيه؟ بوس الواوا في الأراجوز بقى. هل كنتي اتقابلتي مع عمر الشريف؟ لا أول مرة. أول مرة.
انا لقيت انا لما بقعد من غير شغل ومش شايفه ان في مشاريع شغل قدام، انا بحب الاكل جدا جدا اللي هو عشان اعمل رجيم لازم احط بلاستر على بقي واصوم تماما يعني. يعني ما البت ابو ستيك وشويه سلطه ده ما ياكلش معايا طبعا، ولا يعمل معايا ولا ينزل جرام. فلازم تقفلي خالص تماما يعني. فكنت ايه يعني رحرحتي رحرحت وربربت وكده يعني. فمهم فلقيت هاني الشين بيكلمني، انا هبعت لك سيناريو شوفيه. هبص في السيناريو ده مش انا خالص خالص، ولا يقرب لي ولا يقرب لي الا من بعيد ولا من قريب. المهم خلصت رحت مكلمه قلت له انت متأكد؟ هاني وبعدين انا اعرف هاني من منى يعني يعني في صله. قلت له يا هاني انت 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 ليه بعت لي انا الروايه دي؟ قال لي عشان كلمه ليه. انا مش عايز حد شبه المكتوب بالظبط او تقليدي يعني. قلت له مين الأرجوز؟ قال لي عمر شريف. عمر الشريف هيعمل الأرجوز وانا مش هعمل. انا عامل جيل هعمل ابوه. وطبعا ان انا اشتغل مع عمر الشريف دي بقى حاجه طبعا كبيره جدا. المهم شوفي يعني البني ادم ما بيوصلش للي هو وصل له ده من فراغ خالص. جابولي اللي هي الجلاليب بتاعتي دي والحاجات دي وبتاع، وهم جابوا له اللبس اللي بيجيبوه ده والحاجات اللي كان شكلها ما عارفش كان شكلها عامل ازاي وكده. طبعا انا في وسط الشغل قررت اغسل الجلاليب دي طبعا كش طبعا يعني، وبقى شكلها نظيف وحاجات كده، هم مش عايزينها شكلها كده يعني، عايزينها حاجات شكلها واسع فاضطرينا نعمل حاجات تانية. هو ابدا يعني عارفه ملتزم جدا خالص وملتزم جدا. انا مواعيدي كويسه جدا في الشغل جدا. انا اروح الاقيه قاعد جوه البلاتو قلت يا مصيبتي يا مصيبتي مش عارفه اعمل ايه. جايه النهارده قبل ميعادها بساعه ونص، لا جاهزه اللي بتقول لك انا يعني ماده كان بيروح ايه من بدري قوي ويقعد جوه البلاتو لان البلاتو عارفه كان مبني بطريقه كده زي اللي هو المكان اللي كنا ساكنين فيه والبتاع فكان بيروح يعيش هناك كده في الجو دوت. طبعا بقيت ابدر عن معادي كمان عشان بس استمتعت جدا جدا بالتجربه. طبعا لو قلت لي اقول اللي كنت بقوله مش هينفع لان كان اللبس مع المكياج مع الشعر مع الاتموسفير كله كان بيطلع طريقه الكلام. لو قربت مني هخرم عينك. انت مش انا الأرجوز؟ يا رجلي مالك؟ مش عارف بصافه ما اعرفش اشوف. يا رجلي قوي سبحان العاطي قالب زبد مرشوش شربات واد. حتى انت يا معبود هتبصبص ليه؟ توت حاوي توت معبود مبسوط قلع الزعبوط وبصه تفوت ولا حد يموت. انت عارف لو ما مشيتش هعمل عينك نشاه. هتلاقي في كل عينك. ما حسيتيش ان هو كممثل تكنيك التمثيل بتاعه جايبه من بره؟ لا يعني اتغير. ما هو انت كنت بتشوفيه بيمثل زمان في كل الافلام لما خرج ورجع حسيت انه يعني لو هو كان عايش في مصر يمكن ما كانش عمل الأراجوز ومواطن مصري والحاجات دي. هو رجع بتكنيك اتعلمه بره خرج عن اطار شخصيه عمر الشريف او الشكل ده بقى معاه تكنيك ازاي بيطبق الشخصيات ال بره اطاره هو قوي كده. ما حسيتيش بالحته دي كده؟ هو بسيط قوي بني ادم هو بسيط جدا جدا وعارفه طبعا ان انا اشتغل مع عمر الشريف كمان دي كانت حاجه بالنسبه لي كبيره قوي قوي. فكنت داخله برضو ايه عارفه مخضوضه يعني عالمي بقى يعني مش عمر الشريف. هو كان عمر الشريف بقى عمر الشريف داخله بقى يعني. طيب بعد مش بعد بقى خلينا بنقول الدنيا على جناح يا ماما مثلا
ده بقى تقريبا انت عاملاه في نفس السنه باين بتاعه الاراجوز باين كده. لا نفس السنه بتاعه الاراجوز او قبل شويه يمكن. لا الاراجوز كنت كده. انت قايسه بالمقاس. انا قايسه بالمقاس. حتى قلت لهاني طب اديني فرصه اخس، قال لي لا انا عايزك زي ما انت كده. طب انت الدنيا على جناح يا ماما مع محمود عبد العزيز وحيد حامد والمخرج عاطف الطيب. برضو ايه بقى شغلك مع محمود مختلف؟ حسيتي انه هو رخص محمود ده كميه حاجات في بعض، بيضحك وجوه مش عارف ايه وشقي وممثل كويس قوي وحاجات كده يعني. ده كان فيلم برضو كان دمه خفيف يعني، كان في اللذاذه كده قوي يعني. اللي هي جايه من بره والتاكسي وبتاع واخدها والرحله الطويله. بس الموضوع تقيل يعني، موضوع بتاع مع وحيد تقيل. مش اللي هو راح تجيب حبيبها الاولاني من والمستشفى والحاجات دي كلها. كان حلو الفيلم ده قوي قوي الحقيقه يعني. اكتر انت الاقرب لقلبك ايه حتى وانت ما بتتفرجيش كده؟ انا عامله تزوير كمان مع محمود. تزوير في اوراق رسميه طبعا. ده فيلم تقيل قوي. اللي هو الناس توقفني لغايه ما طب انت ابنك كان مين فيهم؟ اقول لهم والله ما اعرف. والله ما اعرف. ده تزوير في اوراق رسميه، دي جريمه. انا هبلغ البوليس. تصرف سليم 100%، محدش يقدر يلومك عليه. بس يا ريت تفكري في الاول شويه. هتقولي ايه لاولادك لما يسالوكي ابوهم مين؟ ولادي ده ايه؟ انا ماليش غير ولد واحد. الاثنين ولادك بالعافيه بشهاده الميلاد. شهاده الميلاد المزوره زي ما بتقولي. حرام عليك يا كامل، حرام عليك تحرمني فرحتي بابي. انا صبرت سنين بستناه، ولما جه ما قدرتش اضمه في صدري زي كل ام ما بتحضن ابنها ساعه ولادته. ولما جت اللحظه اللي اقدر افرح فيها بيه استكترتها عليا. حرام يا كامل، حرام. ايه الفيلم اللي غالي عندك قوي من شغلك؟ ما انا قلت لك انا بحب الحفيد جدا. الحفيد. انا عارفه دلوقتي انك بتحبي الحفيد، بتحبي السادات، بتحبي طبعا زوجة رجل مهم، يعني انت بتحبي التقايل. ما تقدريش بقى تنكري وتقولي بتفرج وما بتفرج. وبحب الكوميدي بقى كله. بتحبي كل الكوميدي كله جدا يعني. طب هل ده ما خلاكيش بقى في اصل انت المسلسلات عملتي فيها مواضيع تقيله وطويله والدراما بقى قد كده وبتاع، حاجه تانية خالص. بس هو زوجها اول من يعلم ده ولا كان اخر من يعلم مش عارفه كان ايه فيهم. ما كانش تقيل. ده اللي هو كان كان حسين وجميل راتب وابو بكر عزت. ايوه ده كان كوميدي ده. أيوة. كان رهيب. ده شربات ده المسلسل. ده بقاله كذا سنه ده. اروح معاك الفيوم ازاي بس؟ وفيها ايه بس يا سالي؟ ما كل الموظفين وعائلاتهم رايحين الفيوم معانا. الموظفين وعائلاتهم. انا بقى عائلاتكم؟ دلوقتي لما جيت انا قلت لك اني جعان ونفسي انك تعملي لي لقمه اكلها، عملتي ايه؟ اخدتي من اكلك والدتيني. معنى كده انه قريب قوي هتبقي عيلتي. طب مش لما يحصل؟ المهم دلوقتي هتقول لهم ايه؟ هقول لهم اختي. ونكذب ليه؟ هو احنا بنسرق؟ اديكي قلتيها، هو احنا بنسرق؟ وبعدين احنا مش بنكذب، احنا اخوات لغايه لما هنتجوز. طب انت دلوقتي انا مش فاكره انك انت لغيتي معايا لغ جامد ما دام بتحبي الاكل. بتلغي في ايه؟ لا بلغ، انا باكل، انا بحب الاكل. بتطبخي؟ بحب الاكل وبطبخ. بتطبخي ايه بقى؟ كويس، بطبخ كل حاجه. كله؟ كله كله. في حاجات ما بقرب لهاش خالص بقى من اللي انت بتحبيها يعني. المحاشي ما بتقرب لهاش؟ لا بقرب. بتعرفي محاشي؟ بعرف اعمل محاشي. انا بلف ورق العنب بايدي. يا ولد يا جامد. كده قد كده. يا سيدي يا سيدي قد صباعك. انا لا انا بزهق. روحي ازاي اللي انا بقعد قدام التلفزيون كده واحط فيلم واقعد. يا عيني. اصل بس دي حرفه، ورق العنب الملفوف ده. طب شاطره في ايه تاني؟ بعمل ملوخيه كويس، بعمل
مش قال لك استعانت بصديق وهي بتعمل ملوخيه؟ سمير ده كان يوميها يوم. ايوه انت حضرتي ده. كلمتني في التليفون قولي لي الملوخيه تتعمل ازاي. دي دلال عبد العزيز يوم ما عملت ملوخيه كان حدث. ده صوروها لها ما كنتوش مصدقين يعني. قلت لها هتعملي المرقه وتجيبي الثوم وشرحت لها ومش عارفه ايه وبتاع. خلاص يا دلال اوكي طيب. ما اعرفش تعثرت في ايه كده فلقيتها بتطلبني وانا كنت بعمل حاجه فانا دست على الكول يو ليتر في المسجات هكلمك بعدين. طبعا هي لطمت بقى اكلمك بعدين ده مش وقته يعني هي بتعمل ملوخيه. فراحت طالبه رجاء تجيب بقيه الوصفه. طبعا عملت مصيبه يعني اللي هو يعني مثلا مرقه قد كده وشويه ملوخيه قد كده فسقطوا تحت فبقت لونها عجيب يعني فما بقوش عارفين دي ايه. وامي دخلت صورتها وبتاع مش مصدقين ان دي ملوخيه. ده ما تطبخش؟ لا لا ما بدات والله من ثلاث اربع ايام شويه يعني عشان رمضان. منين بس بتضحكي؟ بتكلم جد. اه والله يعني ما شاء الله دلوقتي النهارده عملت كوسه. كوسه اللي مش بطاله. هي من يوم ما عملت ملوخيه صفرة ودي كانت ايه ده صفرة ازاي؟ خضرا. عملت استشاره انت عارفه اللي يقول لك استعانه بصديق. استعانت باصدقائها بقى اول واحده ميرفت امين. قالت لها وبعدين راحت ناقله على مدام رجاء الجداوي. رجاء ما شاء الله في الاكل هايله. بعد كل الاستشارات دي وطلعت صفرة الملوخيه. ما اعرفش الله اعلم. فكرتني بالمتزوجون. بس هي لا دلوقتي بقت كويسه يعني بقت بتعمل حاجات. طب يعني قولي لي بقى ايه سر انك انت ودلال ورجاء عاملين تريو بتاع الطبطبه؟ يعني انا بسميه تريو الطبطبه. مستشفى حد تعبان بتاع انتوا الثلاثه. بعد الشر عن الجميع وفاه انتوا الثلاثه. ودايما متفقين يعني كان انتوا عاملين جمعيه الطبطبه على الزعلانين. ازاي بقى كونتيها ازاي دي؟ مش عارفه هي جت كده يعني. بنقول لبعض يعني مثلا في حد في مستشفى هنروح في حد توفى بنروح الحاجات دي كلها يعني. على طول يعني انتوا ابتدى يتقال ايه يعني مثلا بعد الشر يعني اي حاجه يحصل فيسرى مثلا تكلمني تقول لي الحقي ده لازم نروح مش عارفه ايه اقول لها يا نهار ابيض. تقول لي قبل ميرفت اصل ميرفت ودلال ورجاء بيروحوا الاول نبان احنا مقصرين ومتنيلين على عيننا. نقول لها تصدق ميرفت جت؟ خش المستشفى ميرفت جت قبلنا؟ فانت تعالي تخشي افشانه ايه ده انتوا جيتوا الاول. بس ما دي حاجات لازم دي حاجات مهمه بس لازم. يعني لا بس حبيت اقول يعني انه فعلا جزء كبير من وقتك حقيقه انك انت عاملاه انت ودلال ورجاء. سيبك من يسرى مثلا دي طول النهار يعني بتقوم من النوم الصبح يعني سارحه تشوف كل العيانين فين تلف في كل اللي مش عارف المغص بقيت وروحت مش حاجات بس بنخرج برضو كمان يعني انا ما شفتكيش اخر 10 سنين تخرجي ولا بتعملي اي حاجه. لا ساعات بنخرج نتعشى وبتاع يعني فين ده بندهولي طيب خلاص مش معقول لا في لنا خروجات تانية مش معقوله كله اكسجين متعلق وعاملين كده وكلنا ربعات وبعدين عايز اكل الملوخيه باللي انت بتعمليها دي بقالي سنين يعني لا مش شاطره. طب انت الازياء بقى كنت بتعملي فيها ايه؟ ازياء هدومك دي يعني مثلا انت بتقولي لي انه حسين كمال اعتنى جدا بتفاصيل انفه ثلاث عيون العين الثالثه لكن غير كده لبسك كان كله على مدى وتغيير الموضات البنات كانوا بيحبوا قوي يقلدوكي وبيشوفوا انت هتلبسي ايه. يعني خلي بالك برضو حكايه انه تبقى بنت جميله في السينما بصرف النظر على الادوار عظيمه او مش عظيمه البنات بيحبوا يشوفوا حاجه يقلدوها وتبقى حلوه طعمه يعني فانت كنت كده او لازلتي كده يعني. ما عنديش هدوم بقى خالص يعني ساعات يقولي هو فين لبس مش عارف ايه هو فين لبس ما خلاص خلاص اللي هو ايه ولعتي فيه مثلا بعد الفيلم بوزع ما بخليش حاجه خالص 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 كائن عجيب خالص. لا بتحتفظ بافلامها ولا بالهدوم. كويس ان منا فضلتي بعد بعض منا في البيت ما سلفتيها ليش مثلا ولا حاجه والصور وصور ما بتحتفظيش
طب انت دلوقتي لو دلوقتي حالا بقول لك المكتبه عايزه اشوف فيلم دلوقتي انت تقعدي قدامه فيلم ايه ليا ولا ليك طبعا ليا انا ما انت بتشوفي الباقي كله تصيتي في واحده بواحده تقعدي له ايوه لانه كوميدي هتقعدي تصيت في امبارح في البحث عن فضيحه طيب بصيت على جزء كده يا سلام والله متشكرين مش كده كويس والله مش عارفين نودي جمايلك فين ليه يا اختي كده عملتي كده اللي هو الجزئيه الاولاني اللي هو بيرمي نفسه قدام العربيه ومره ثانيه بتضرب وبتاعه مش هينفع مثلا نتكلم على كل الحاجات الحلوه اللي عملتيها ما نقولش توقيت القاهره بتوقيت القاهره امير رمسيس انت اول مره تشتغلي معاه نور حبيبي الله يشفيه يا رب اشتغلت معاه كتير اشتغلتي معاه كتير سمير صبري دره يعني الكومبينيشن كان برضو مختلف وجديد شريف رمزي كان دعلوش حسيتي ايه عمل شويه شايفاه ازاي الفيلم انا عجبني الفيلم قوي عجباني التوليفه دي كلها وعجبني قوي ان هو كله بيدور في يوم واحد يعني ده عجبني يعني في حاجات انا بحبها اللي هي بتاعت اليوم الواحد دي قوي زي اسمه ايه اللي هو في الاسانسور ده ايه بين السماء بين السماء والارض الحاجات دي احبها قوي اللي هي بتعدي في توقيت لانه الورق يعني. بيبقى حلو يعني شرط انه الورق يكون معمول حلو يكون معمول حلو الورق كان معمول حلو والدور جديد الدور كان دمه شربات عارفه لما تشتغلي كتير قوي وعلى مدى سنين طويله قوي عشان تلاقي حاجه تقولي هي انا لقيت حاجه جديده بتبقى صعبه قوي قوي يعني فقلت هي حاجه جديده ياه مع ان المفروض ان انت عملتي في المسلسلات شغل كله او ورق تقيل يعني كله او بس مش جديد يعني مش يعني عايزه اقول لك يعني يمكن في المسلسلات بتلاقي الجديد انما في السينما صعب قوي انك انت تلاقي الجديد او تلاقي حد حطك في المرحله بتاعتك في حته مظبوطه برافو هو ده احسن حل غلط 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 ليه يا استاذ سامي حنان يا بنتي من السهل انك تقولي لا لكن مش من السهل ان والدتك توافق على رايك وجايز جدا تتمسك برايها اكتر واكتر وتحط لكم عقبات ملهاش اول ولا اخر خصوصا ان والدتك شخصيتها قويه زي ما فهمت منك ومن مجدي طب والعمل يا استاذ سامي صباح الفل يا مدام ليلى صباح الخير ادي الميه وادي كارت الشحن طب معلش ممكن بس تشحنولي عشان ما بشوفش الارقام والله كنت متابع الفيلم تحت في المحل بجد الفيلم جامد قوي وحضرتك كنت زي القمر هو مفيش افلام جديده بقى لا الحمد لله انا بطلت من سنين ها شحن كده تمام شكرا عايزه تعملي ايه لسه نفسك تعملي ايه لسه قدامنا هنرمح شويه حلوين يعني مش عارفة عايزة أعمل إيه عايزة أعمل حاجة ألاقي حاجة برضو جديدة مش لازم نفس الطريقة بتوقيت القاهرة إنما ألاقي حاجة جديدة برضو طب أنت ميالة إيه في اللي جاي تعملي مسلسلات أكتر ولا عايزة إن شاء الله لما السينما تقوم على ألاقي فيلم كويس يا رب أنا نفسي يا ريت يعني مش كده كلنا يعني كلنا نفسنا وما تتسرقش وما تتعملش ويبقى في حل للكارثه اللي موجوده دي. يعني بصي انا لسه حاسه انه انا كاني كنت بتكلم مع وجه جديد والله العظيم لانه اللي يعرف ميرفت عارف ان هي قلبها عنده 15 سنه يعني عيل جدا ست ما خدتش من السنين اللي فاتت اي حاجه من بواختها خدت من حلاوتها بس. يعني لم تتوقف عند شيء غلس لم تتوقف عند سلوك رخم عمري ما شفتها ورمت عملت كده يعني زي ما انتوا شفتوا بسيطة سهلة جميلة قلبا وقالبا نفسها قوي تعمل سينما جميلة لسه مسلسلات ان شاء الله ما تيجي نضرب دويتو سوا ولا يلا نعمل اي يلا حاجة قدام يلا كده يلا ما انت كسلتي عن الكتابة انت انت بصي انا اقول لك حاجه انت اعملي لي ملوخيه ايوه وانت تعملي لي وانا لغ
ونكتب 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 ونضرب افلام ان شاء الله. قول يا رب السينما يا رب. تقوم على عفو على على خير يا رب. نورتيني يا قمرة، ربنا يخليك. والله العظيم نورتيني وونستيني وحليتي القعدة وزي القمر. يا رب نكون خفاف كده على المشاهدين إن شاء الله. يا حبيبتي طول عمرك زي القمر، ربنا يخليك يا حبيبي.